السلام عليكم. مع وصفة اللي جيتكم بسيجار حلوة العيد، لكن يعني مول جديد، طريقة جديدة. ها هو معنا، شوف، عيد مبارك حشيتو بالكراميل بالكاوكاو، جا ولا أروع. يلا تبعوا معايا للآخر تكتشفوا الطريقة كيفاش حضرتو. اذا راح نبداو بالعجينه، هي الاولى العجينه واش فيها؟ فيها 125 غرام مارغرين طريه، راح نديرو غير 125 غرام، واللي تحب كميه اكبر رايحه يعني ضعف المقادير. هذه فيها 250 غرام، راح نقسمها على اثنين، وتكوني خليتيها على برا هكذا باش تجيك الخدمه سهله. اذا 125 غرام مارغرين طريه، رايحه ندير عليها زوج مغارف كبار نتاع سكر غلاس، راح نزيد لهم بيضة كاملة. بما انه لا مارغرين طرية ندير كلش في الاول، مغرفة صغيرة ماشي معمرة بزاف نتاع لافاني. اذا نخلط كلش مع بعض حتى ينسجمونا، غير بالمغرفة ولا بيدك ولا كيما حبيتي ولا بلا سباتشول. اذا نخلط حتى ينسجمونا مع بعض. بعد ما خلطتو مليح دوك راح نستعمل يدي، وراح نزيد الفرينه حتى تلملي العجينه. عندي ندير غير بشويه، وما دابينا العجينه يعني ما نشوهاش بزاف. اليوم انا حبيت العجينه بذوق الفاني، اذا نبقى نزيد في الفرينه حتى تلملي العجينه. ودائما العجينه تاع الحلويات لميها غير بصباعك وما تعجنيهاش. بعد ما لميت العجينه دائما باش تستي من ناشفه، لاحظوا ماهيش تلصق. لو كان نشوف بهذه نحسها تلصق، لكن بهذه راهي مليحه. اذا نلمها برك، نحي هذا العجين كامل اللي لاصق في يدي. اذا ها هي العجينه اللي تحصلت عليها. لاحظتوا انه العجينه ما درتش فيها الخميره، وحنستعمل الليمون تاع لي سيكا. ها هما معنا. من بعد راح نخدم بكيس بلاستيكي نحكم كميه نتاع العجين هكذا، ونفتحوا. حنا ماذا بينا ما نزيدوش الفرينه العجينه، ونعرفوا العجينه قد ما دي خليها يعني طريه، كي تخليها ترتاح رايحه تشرب. اذا نفتح العجينه تاعنا تكون شويه رقيقه. بعد ما فتحتها نحكم السيجار تاعنا ونقيس ونشوف. اذا نحي الاطراف، يعني نقطع قد السيجار تاعنا هكذا. حنا ماذا بينا يكون خارج شويه منه من ومن بعد كانت شويه زيادات نحيهم بالموس. نحي هذوك الاطراف كل ما نحي الاطراف يعني نسيي كيفاش نغلفهم باش هكذا العجينه تاعنا يعني ما تنشفليش. ونبدا نخدم ندير على السيجار تاعنا العجينه بهذه الطريقه. لاحظوا ندور دوره ونص، ماشي زوج دورات، دوره ونص، وين نلقمها هكذا نسي كيفاش نشدها هكذا مليح. لاحظوا معايا الطريقه. بعد نحكم هذاك لو سيكا نلويه باش يجيني كامل متجانس، يعني ما يجيش جهه خشينه وجهه رقيقه هكذا. يعني هذاك شو راني سودي فيه بهذه الطريقه. من بعد هذيك الزياده شوفوا مثلا انا هنا خرج لي منها، نقطع هذاك الزياده هكذا. تجي العملية سهلة بالخف تكملي. نحي هذاك الزيادة، حنا ماذا بينا لهنا يبقى خارج. علاش؟ باش كي نطيبو يتنحالي بكل سهولة. إذا ها هو معنا السيكاخ. نزيد لكم حبة. العملية راهي سهلة دائما ندور. بعد ما كملت كامل الكميه شوفوا شحال دارت لي 125 غرام. ندخلهم للفرن 180 درجه حتى يطيبوا، ونخليهم يتحمروا شويه ونخرجهم. بعد ما طابوا خرجتهم من الفوق، خليهم حتى يبردوا تماما، حتى يبرد مليح، ونبدا نسيي كيفاش نخرج هذاك السيكا. شوفوا ما يتكسر، ما يصرالو ولا شيء هكذا. لكن سحفيه الا حسيتي انه لصق لك ولا، سحفيه غير بالعقل، ادي وجيبي حتى يتفتح لك هكذا. شوفوا كيفاش طاب. بالنسبه للحشو واش راح ندير؟ عندي هنايا كميه نتاع الكاوكاو، هنا ديري كيما حبيتي يعني كميات نسبيه.
بما انه الكاوكاو هذا الخضار شويه غالي، مثلا انا حنزيد له شويه تاع بيسكوي هكذا باش نزكيه. تقدري ديري القطايف، تقدري ديري الديول تحمصيهم وتطحنيهم، تقدري ديري غير شويه تاع الكاوكاو. الاكثريه ديريه كاوكاو، الاكثريه ديريه بيسكوي عفوا. وراح نلمو انا بالتوفيا بالكراميل، تقدري ما مجهزيه في الدار، راني دايرت لكم كاين فيديو تاعو. يعني هنايا باش تلمي الخليط تاعك كيما حبيتي، لكن حنا ماذا بينا يعني ما يكونش شاد روحو بزاف، يكون شويه مطلوب. اذا نخلط مليح حتى نحصل على الخليط المطلوب. اذا ها هو الخليط، شوف واش تحصلت عليه بهذه الطريقه. هكذا باش يمشي لي في لاطوش، راح نديرو فيها هذه لاطوش باش تجيني العمليه سهله. اذا من بعد نبدا نعمر في السيكار، نحكم هكذا السيكار تاعي وندخل ونحشيه. اذا ونعمر، ديري حتى تشوفي هذاك السيكار تاعك تعمر. يعني راني نشوف هنا من التحت، ندير صبعي هكذا باش يحبس من التحت ويتعمر لي الداخل هكذا. لاحظوا ها هو تعمر لي، نزيد غير شويه منه باش ما يبقاليش الفيت هكذا. يعني سي كيفاش تضغطي باش ما يبقالكش الفيد الداخل. هذا الحشو يجي معلك، يجي هايل. ها هو معنا السيكار تاعنا. بعد ما كملت كامل وحشيت لي سيكار تاعنا اليوم، نحب نغلاصيهم بشوكولا بالحليب. تقدري تغلاصيهم بشوكولا سوداء، شوكولا بيضاء. يعني هذا الترانسفير كل ما ديروا لون يتبدل اللون تاعو. اليوم انا حندير شوكولا بالحليب، انا خيرت اوبتيلا بالحليب. باش دائما تنجح لك الشوكولا لازم نحكمها ونقطعها قطع صغيره، والا كي تذوبيها يعني ما راح تحرق وما تحصليش على النتيجه اللي راكي حابتها. اذا نكمل كامل نقطعها، بعد نحكمها نديرها في طبسي نديرها تذوب على حمام مائي. اذا من بعد راح نستعمل الترانسفير. نفهمكم في هذا الترانسفير، راه جديد في السوق رائع. شوفوا معنا فيه عيدك مبارك، عيد مبارك. اذا واش ندير، انا نحكم هذاك الترانسفير نقطعو بالمقص، كل ورقه فيها 6، يعني هما داروه خصيصا للسيكار. يعني هذا هو جديد تاع هذا العام، واش رايكم فيه البنات؟ اذا نقطع هكذا مستطيلات، نزيد نحي هذا الزياده، نخلي غير الرسم بهذه الطريقه. نقطع الحبات اللي عندي كامل نفس الطريقه. اذا هنا الشوكولا راهي بدات تذوب. دائما النار لازم تكون قليله، الطبسي ما يلامس يعني الماء هذاك اللي يغلي ما يلامسش الطبسي. ونبقى نحرك، يعني ما تخليهاش هكذاك حابسه رايحه تحرق. اذا نبقى نحرك حتى تذوب الشوكولا. من بعد ما دابت لي شويه، يعني مازالوا غير قطع، ندير لهم حوالي مغرفه كبيره نتاع الزيت، ونزيد نخلط حتى تدخل كامل هذيك الزيت في الشوكولا. وغلاصاج تاعنا راهو واجد معنا. اذا الشوكولا راهي واجده، الترانسفير تاعنا هو. اليوم حنعطيكم طريقه سهله باش تطبقوها السيكار. راح نستعملوا هذا لاستيك، نعرفوه كامل تاع البنات الصغار وماشي غاليين، يجوا هكذا علبه. شوفوا شحال يجي فيها بزاف، تقدري تستعمليهم مره واثنين وثلاثه واربعه. ها هما معنا، هادو اللي حنستعملوه. اذا جبت هكذا لاستيك امامي، اذا باش نسهل الخدمه عليا، ونبدا نغلاصي في لي سيكار. يعني اليوم سيت كيفاش نعطيكم طريقه سهله 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 باش تلصقوا هاد الترانسفير. اذا نحكم الحبه نتاع السيكار نغلاصيها، هادي باينه الطريقه تاع الغلاصاج. نغلاصي كامل الحبه نتاع السيكار، نهبط كامل هذاك الزياده، نحطها في السليوه. يعني نغلاصي زوج حبات ولا ثلاثه، لكن ما لازمش نخلو الحلوه تاعنا تنشف باش هذاك الترانسفير يخرج. اذا نزيد الحبه الثانيه. اذا تبعوني مليح كيفاش ندير، نحكم هذاك الترانسفير. لاحظوا معنا دوك، انت هنا قيسي مثلا قبل ما تغلاصي الحلوه تاعك، نحكم هذاك السيكار ونشوف يجي عليه. ها هو معنا، الا حسيتيه كبير بزاف نقصي له في الطول، انت تحكمي في الكبر. احنا المهم عندنا هذا ما نضيعوهش في الوسط، هذا تاع عيد مبارك ما نضيعوهش. من بعد واش ندير، نلصقوا على الحبه نتاع الحلوه هكذا، نضغط عليه بهذه الطريقه. لاحظتوا
ندير لاستيك من هذه الجهه، هذا نحكم من هذاك لاستيك هكذا. العمليه راهي سهله، نزيد لاستيك الثاني، فوالا ها هي الحبه تاع الحلوه معنا. لاحظتوا ها هي معنا، شفتوا كيفاش درت لها؟ نزيد لكم حبه. اذا نحط الرشمه في الوسط، نضغط عليها، نشدها هكذا بين يديا، ندير لاستيك الاول ونزيد لاستيك الثاني، فوالا هكذا، ونخليهم ينشفوا. دركا انا زدت حبات بالشوكولا بيضاء هكذا باش تشوفوا هاد الترونسفير كيفاش يخرج لنا بالشوكولا بيضاء. اذا الحبات اللي بقاو لي نديروهم شوكولا بيضاء. اذا اولا نكلاصيهم، اذا وندير عليها ترونسفير هكذا، نشدو مليح بيدي ساهل، وندير لاستيك هكذا. لاستيك سي كيفاش تفتحيه كيما انا فتحته بسناني، ونديرو هكذا. ها هي الحبه معنا واجده. بعد ما كملت كامل الكميه اللي عندي ندخلها في الفريجيدير ينشفوا، نخرجها ونبداو نحوا في ترونسفير ونشوفوا الشكل اللي تحصلنا عليه. هنا من بعد ما نشف نحيه، كيفاش نحيه؟ نحكم الحبه، نحي لها لاستيك، ونحي هذاك الترونسفير غير بالعقل. اذا ها هي معنا الحبه تاع الحلوه، عيدك مبارك. دوك نشوفوا تاع الشوكولا بيضاء كيفاش خرجوا لنا. اذا بسم الله، هي الاساس اي حاجه في الشوكولا بيضاء يخرج الديسان تاعها يبان احسن. نحي هذاك الترونسفير غير بالعقل. اذا بسم الله، لاحظتوا اذا الشوكولا بيضاء يخرج احسن. شوفوا كيفاش خرجنا في الشوكولا بيضاء، خرج لنا بزاف بزاف شباب. اذا دوك انت ديري فاش حبيتي، ديري في الشوكولا بيضاء ولا في الشوكولا بالحليب. اذا هذه الحبه الثانيه، لاحظوا معنا في الشوكولا بيضاء شحال خرج شباب، خرج يهبل. بعد ما نحيت الترونسفير حبيت ندلو تزيين في الطرف هكذا باش يبانو دي سيجار، ندير هكذا المعجون منا ومنا وندلهم في الكوكب. ودوك يبقى التزيين حسب الاختيار واش حبيتي، ونديرهم في لي كيسات. ها هي الحبه تاع السيجار نتاع العيد، لكن بالشوكولا بيضاء خرجوا ولا اروع. الوصفه تاع نهار اليوم هي معنا واجده. بعد ما زينتو درتو في لي كيسات، درتو الكاوكاو في الاطراف، ويبقى التزيين دائما حسب الاختيار. ها هي الكميه اللي درتها، لكن في الشوكولا بيضاء خرج احسن 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 بالشوكولا بالحليب. شوفوا كيفاش خرج، يعني هذاك الديتاي تاع الترونسفير خرج بزاف بزاف الشباب. لاحظوا معنا، اذا راح نقرب لكم اكثر باش تشوفوا كيفاش يخرج لنا. ها هو معنا، يعني شوفوا كيفاش خرج، مام هذاك الديسان خرج، عيد مبارك، خرج بزاف الشباب. اذا راح نقسم لكم حبه باش تشوفوا عن قرب الحلوه كيفاش جاتنا. اذا بسم الله، ها هي الحبه نتاع الحلوه، نقسمها ها هي معنا. وكل ما تطول كل ما ريحه تطرى. شوفوا لي بسكوي تاعنا اللي درناه، هذاك الحشو كراميل وكاوكاو جا تحفه. ما عليكم غير تجربوا الوصفه، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.